بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع غادي نتكلموا على فيتامين دي، لانه واحد الفيتامين مهم جدا كيحتاجه الانسان. هذا الفيتامين دي يعني المصدر الاساسي ديالو هو الشمس. كيف ذلك؟ الجسم ديالنا يقوم بتصنيع فيتامين دي من الكوليسترول عند التعرض لكميه كافيه من اشعه الشمس. يعني كتضرب فينا اشعه الشمس، الجلد ديالنا سبحان الله كيعطي هذا الفيتامين دي. وقد ما كانت البشره فاتحه افضل من الداكنه. ويعني واحد 10 دقائق الى 15 دقيقه كافيه وللتعرض لهذه الاشعه الشمس، ومن الافضل تكون في الصباح او قبل الغروب باش نتجنبوا ديك الاشعه فوق البنفسجيه الخطيره، ونديروا القبعه ونشربوا الماء. ولكن اذا لم يستطع الجسم تصنيع هذا الفيتامين الدي بكميه كافيه، فهنا نحتاج الى الغذاء، نحصل عليه من الغذاء. ولكن الاغذيه التي توفر هذا الفيتامين الدي يعني الشحيحه قليله شيئا ما. فمثلا الفيتامين دي الاغذيه اللي كنلقاوه موجود فيها مثلا الاسماك، وخاصه سمك السلمون والتونه والسرديل وسمكة أبو سيف. الحمد لله السردين موجود، التونة أيضا أو التونة موجودة. الكبد ولا سيما كبد البقر نجده في اللحوم، في البرتقال، في حليب الصوجة، في بعض الأطعمة المدعمة، حليب الأطفال وبودرة الأطفال وحبوب الإفطار. فهذا الفيتامين دي عنده واحد الوظائف مهمة في الجسم. الفيتامين دي كيحافظ على مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم، وعنده واحد دور مهم في نمو العظام وتقويتها وتشكيل خلايا الدم وتنظيم المناعة ومزيان الصلابة ديال الأسنان وكيدعمها. وهناك دراسات أثبتت أن إمداد الجسم بكمية كافية من فيتامين دي يزيد من إفراز الأنسولين اللي كنحتاجو ليه، يزيد من إفراز الأنسولين في الدم، وبالتالي يحد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأيضا يحد من خطر الإصابة بالسرطانات. الناس اللي كيعانيوا من نقص هذا الفيتامين، فنقص ديال هذا الفيتامين دي كيكون السبب هو عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وكيعطينا النقص ديال هذا الفيتامين دي كيعطينا هشاشة ديال العظام عند الكبار، والكساح يعني تليل العظام وبروز العظام واحد الحاله مرضيه، كيعطي الكوسة عند الاطفال اللي كتشمل الاعراض ديالو تاخر النمو الطبيعي وتاخر ظهور الاسنان والهزال والتعب والاكتئاب ونقصان الوزن وخلل في النوم، ويعني حتى المناعه كطيح. فمره اخرى كنذكروا ان الأسماك خاصة السلمون والسرديل والتونة وسمكة أبو سيف، وكنا نسينا أيضا هذا الفيتامين دي موجود في أصفر البيض، وحنا نتناولوا البيضة بأكملها، راه هذاك البيض راه فيه البروتين. غير هو صفار البيض يحتوي على فيتامين دي. واللحوم ولا سيما الكبد، فعلى الأقل الإنسان يتعرض لأشعة الشمس قلنا في الصباح او قبل الغروب تجنبا للاشعه فوق البنفسجيه، واحد القبعه ويشرب الماء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه.